برأيك هو كركوك، كركوك كانت العقبة بإجراء تعداد طيلة هاي الفترة، أم أنه المانع كان سياسي وأمني؟ لا شك موضوع المناطق المتنازعة عليه ليس حتى في كركوك، وإنما في عموم المحافظات، سواء كان في تكريت فيما يتعلق في منطقة الدوس، في الكوت أعتقد بذرة وجصان، وكذلك في الموصل. المكون العربي في عموم هذا الشريط المحاذي لحكومة إقليم يعاني من مشاكل مع الكرد. الكرد يسعون بشكل مباشر للسيطرة على تلك المناطق، وبالتالي أعتقد موضوع المناطق التي هي في خلاف إداري هي من تدعي وتبرر بأن التعداد قد لا يحدث في هذه المناطق، على اعتبار أن هناك تياران، وأيضا يدخل معها التيار التركماني، أن تياران يعمل بالضبط من الآخر، اعتبار أن الكرد يسعون إلى تغليب الهوية الكردية، والعرب يسعون إلى تغليب الهوية العربية، ولكلهم لديهم مبرر. نحن كمكون عربي ندعي ونجزم بأن تلك المناطق هي مناطق عربية خالصة، وأن هناك سيطرة وسعي من الكرد، سعي سياسي من أجل السيطرة على عموم تلك المناطق، طيب في سبيل السيطرة على الآبار النفطية. واضح واضح النفط. طيب سيد برهان، شنو أهمية التعداد بالنسبة للانتخابات، وهل يمكن وفق القانون، وفق القانون هاي ركز لي عليها، إجراء انتخابات بدون تعداد؟ أيضا أريد أسمع منك تعليق عن رغبة العرب كركوك بالعودة إلى أعصار 77، فترة آمنة وهادئة والعراق كان مستقر ورخاء عدة. نعم، حقيقة قبل أن أجاوب على سؤالك، على تعليقا على كلام أستاذ عزام وتقريب 75، يقول التعليق بدأ بالثمانية، لا بدأ من 75 بعد اتفاقية الجزائر. نعم، أنا أول مثال على بلدتي جابتكم، على قرية السنقاوي في 75 تابع للكركوك، في 76 حولت على سليمانية، وجميع الأقضية الكردية تابعة لأطراف كركوك، من الكلار، كفري، دوز، شمشمال، أرجلات، فردي، كلها حولت إلى أربيل وسليمانية وديالة ومناطق أخرى. هاي من 75 أستاذ، للعلمك، ومن ذلك الحين حولوا ترحيل الكرد من كركوك والتغيير القومية، وهذا واضح للعلم. هذا أنا من ضمنهم ومن ضحاياها، ليس بفترة طويلة حتى ننسي ونشوه التاريخ والحقائق كما كان موجود، أيام قريبة ليس ببعيدة، والناس كلهم باقين على قيد الحياة بعد، يعني يحلل على حسابهم على حسابنا. أنا كنت طفل موجود، من حولت من حولوني من كركوك على سليمانية، قصبتي وناحيتنا، يعني هذا لا يتحمل الجدال والشك، هذا حقيقة والواضح للعيان، والناس كلهم باقين. نعم، وحقيقة كركوك، وهذا يعني تاريخيا احنا ألفنا مئات الكتب عن كركوك، عن تاريخ كركوك، من الانسيكلوبيديا العثمانية، من مرافعة الرئيس نعم جلال في مجلس الحكم، كثير من الأمور، وهناك كثير من الدلالات، من حتى من الكتاب العرب المنصفين يقرون بهذا. يعني هذا مسألة التاريخ، وليس بإمكاننا عن طريق برنامج أو تصريح نشوه التاريخ على حسابنا. طيب مكون